وعلى ذكر كلمه انجازات لازم برضو نقف يا استاذه دينا عند الانجازات اللي حققتها بقى الدوله المصريه في حسن تنظيمها وحسن استضافتها لفعاليات بطولات كتير في رياضات مختلفه. تعالي نحصرها كده بايجاز، ايه اهم البطولات اللي مصر استضافتها في 2022 على مستوى الرياضات المختلفه؟ يعني يمكن احنا بقالنا 3 سنين مصر بتستضيف بطولات عديده جدا، يعني يمكن كان في حصر، كان في احصائيه بتقول ان 150 بطوله في 3 سنين، فعدد كبير جدا. لو هنتكلم عن 2022 كان طبعا اكيد ابرزها بطوله افريقيا لكره اليد اللي طبعا توج بيها منتخبنا. منتخب اليد كان يعني عامل بطوله هايله جدا، ودايما كده هو في الميعاد زي ما بنقول، يعني اثبت ان هو خلاص يعني في حته تانية خالص. هو للامانه دايما مشرفنا منتخب مصر لكره اليد حقيقي، يعني هم عندهم بطولة العالم خلاص في خلال أسابيع قليلة إن شاء الله، يعني بيستعدوا لها. نتمنى إن شاء الله إن هم يعملوا فيها يعني أداء كويس جدا. يعني هنرجع تاني للبطولات اللي احنا نظمناها بجانب بطولة أفريقيا لكرة اليد، كان في طبعا بطولات عالم للرماية استضفناها في العاصمة الإدارية الجديدة، برضو كان في بطولات جمباز، بطولات افريقيه وبطولات عالم برضو اقيمت في استاد القاهره. كان في بطولات كتيره جدا لو على المستوى الفردي او الجماعي، برضو يعني لو حتى الانديه برضو كان في بطولات كتيره شاركوا فيها. بصراحه يعني دايما انا بشوف ان فكره استضافه بطولات على ارض مصر دي بحس ان هي تسويق للسياحه الرياضيه بشكل كبير جدا. لما بتستضيف عندك على ارضك اكتر من 100 دوله مثلا في بطوله او حاجه، او مثلا 120 دوله. استضفنا كمان بالمناسبه بطوله عالم خماسي حديث برضو في اسكندريه، نسيت يعني دي برضو من ضمن الحاجات اللي كانت بطوله ناجحه جدا مصر استضافتها خلال العام الجاري. زي ما قلت بيبقى تسويق هايل جدا لمصر، فكره ان انت البطل او ابطال العالم بتستضيفهم على ارض مصر وينزلوا ينزلوا صورهم في الاهرامات، لو هم في صور بيلتقطوها في الاهرامات والمنشات الرياضيه عندنا، ده بيبقى تسويق هايل. بتنظم لهم رحلات كمان سياحيه اكيد مش كده؟ يعني غير مشاركتهم في الفعاليات والتنافسيه اكيد بيبقى فيه حتى عشان البلد تستفيد من وجودهم. ده اكيد، لان يعني هم اساسا اي يعني طالما في وقت، لما بيكون في راحه، يوم راحه للانديه او للفرق المشاركه، بهم نفسهم بيطلبوا اصلا من اللجنه المنظمه ان احنا عايزين نروح نشوف الحاجات اللي هي في مصر، الحاجات الاثار، الحاجات اللي ليها علاقه ان انا اتصور اخد صوره معاها انزلها على الانستجرام او على السوشيال ميديا بتاعتي. ده مهم جدا لمصر، ده مهم جدا لما اشوف مثلا بطل عالم في الخماسي ولا بطل عالم في الرمايه منزل صورته في الاهرامات او حاجه، دي مهمه جدا. عشان كده بقول ان فكره استضافه مصر بطولات على ارضها كتيره ده شيء مهم جدا للرياضه المصريه. جميل.